مراحل عملية البيع بمتاجر التجزئة 1- استقبال العميل 2- تحديد متطلبات واحتياجات العميل 3- عرض وشرح مواصفات المنتج واستعراض الجوانب الايجابية فيه 4- استعراض المنتجات البديلة للمنتج 5- تقديم العروض الترويجية والنشرات التعريفية الخاصة بالمنتج. 6. مواجهة الاعتراضات والتفاوض السعري مع العميل. 7. الحصول على موافقة العميل لشراء المنتج. 8. متابعة العميل من خلال إصدار فاتورة البيع وتسليم البضاعة له.